مرحبا بكم مشاهدي شوف تي في مع هذا المباشر الجديد اللي غنقل لكم من خلاله الاجواء بعد نهايه مباراه الكلاسيكو اللي جمعت فريق الرجاء الرياضي وضيفه الجيش الملكي، واللي هي المباراه اللي انتهت لمصلحه فريق الرجاء بثلاثه ديال الاهداف لصفر، وبالتالي فريق الرجاء كينتزع ثلاث نقاط ثمينه من هذه المباراه هذه، وكيعزز الرصيد ديالو كيرفعو ل 39 نقطه وكيسحب صدارة البطولة الاحترافية من الغريم ديالو فريق الوداد الرياضي من بعد ما تعادل الأخير بصفر لمثله بمدينة الرباط أمام الفتح الرباطي في الوقت اللي فريق الجيش الملكي فبقى في المرتبة الثالثة وتجمد الرصيد ديالو في 32 نقطة. إذا فريق الرجاء الرياضي فاستفد بشكل كبير من هذه الجولة، رفع الرصيد ديالو، أضاف ثلاث نقاط ثمينة من مباراة مهمة، مباراة كانت صعيبة، مباراة غاية في الأهمية، كلاسيكو مثير، علاش؟ حيت كيجمع فريق الرجاء الرياضي بفريق الجيش الملكي، والفريقين بزوج فهما كيتنافسوا إلى جانب فريق الوداد الرياضي على الصدارة وعلى اللقب ديال هذا البطولة. إذا فريق الرجاء الرياضي كيفوز على واحد من المنافسين ديالو على البطولة وكيبعدوا شيئا ما، وكيصبح إلى حد الآن تقريبا كيبتعدوا الفريقين بزوج سواء الرجاء الرياضي أو المطارد ديالو الوداد الرياضي على فريق الجيش الملكي بواحد الفريق اللي غنشوفوا خلال الجولات المقبلة واش غيمكن للفريق الجيش الملكي يقلص هذا الفريق هذا. مباراة مثيرة كانت اليوم ما بين زوج ديال الفريقين اللي كيتعتبروا من أهرام كرة القدم المغربية، كلاسيكو المغرب اللي جمع ما بين الرجاء الرياضي والضيف ديالو فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي فكان هو السباق للتسجيل في هذا الكلاسيكو عن طريق ربيع حريمات واللي سجل الهدف الاول، ولكن فريق الرجاء رجع في النتيجه من خلال بين مالونغو اللي سجل هدف التعادل لانه صور من بعد منا سفيان رحيمي غيتمكن باش يسجل الهدف الثاني وهدف التقدم للرجاء، ومن بعد منها ففريق الجيش الملكي غيتمكن باش يرجع في هذا الماتش هذا عن طريق رضا سليم اللي هو منتوج خالص لمدرسه فريق الرجاء الرياضي، فهو اليوم واجه الفريق الام ديالو في هذا الماتش هذا. من بعد منها فريق الرجاء الرياضي تمكن باش يرجع في هذه المباراه هذه عن طريق محمود بن حليب من ضربه جزاء اصطادها سفيان رحيمي، وبالتالي ففريق الرجاء تمكن باش يحسم هذا الكلاسيكو هذا ويضيف ثلاثه ديال النقاط ثمينه للرصيد ديالو وينفرد بصداره البطوله الاحترافيه 39 نقطه بفارق نقطه واحده على فريق الوداد الرياضي المطارد ديالو صاحب 38 نقطه في الوقت اللي فريق الجيش الملكي فهو كيحتل المركز الثالث وتجمد الرصيد ديالو في 32 نقطه. فنذكركم مشاهدينا بالترتيب الان ديال المراكز الثلاثه الاولى في البطوله الاحترافيه، ففريق الرجاء الرياضي استطاع باش يسحب الصداره ديال البطوله من الغريم ديالو فريق الوداد الرياضي من بعد هذا الفوز هذا في الكلاسيكو على الجيش الملكي. فريق الرجاء الرياضي ضاف ثلاثه ديال النقاط مهمه بزاف من هذا الماتش المهم، وبالتالي رفع الرصيد ديالو ل 39 نقطه في الوقت اللي فريق الوداد الرياضي فهو كيتوفر على 38 نقطه في الماتش.
المركز الثاني، بينما فريق الجيش الملكي فتجمد الرصيد ديالو في 32 نقطة في المركز الثالث. فهادو ثلاثة ديال الفرق اللي كيتنافسوا على اللقب ديال هذا البطولة. شيئا ما فريق الجيش الملكي فهو ابتعد إلى جينا نشوفوا عدد ديال النقاط والفريق، لكن كيبقى كل شيء ممكن خلال الجولات المقبلة. حتى شي حاجة مشاهدينا ما تحسماتش، وفريق الجيش الملكي فقادر أكيد هو وبالجمهور دياله فهو قادر يرجع وينافس على اللقب ديال هذا الموسم هذا، كيف ما فريق الرجاء الرياضي كان ابتعد شيئا ما بواحد النتائج اللي ما كانش كترضي الجماهير ديالو، الجماهير ديالو دعماته، وفريق الرجاء رجع. كذلك الوداد شفناه حتى هو من قبل كانوا نتائج ماشي هي هذيك، ولكن الفريق رجع وتمكن باش يخرج من هذيك المرحله ديال الفراغ طبعا بالمساعده ديال الجماهير ديالو. اذا بطوله ديال هذا الموسم كيف ما كتابعوا معنا مشاهدينا فهي بطوله مثيره، تنافس وصراع رائع ما بين الثلاثه الكبار في كره القدم المغربيه، الرجاء الوداد والجيش الملكي. تنافس كلاسيكي، هادشي اللي بغينا نشوفو، هادشي اللي كنتمناو نتابعو في البطوله ديالنا، كنتمناو نشوفو في حال الكلاسيكو ديال اليوم، حال هاد المنافسه وحال هاد الاداء الكبير اللي قدموه اللاعبين ديال الفريقين بزوج. فما علينا الا نقولوا لهم برافو على المجهود اللي قدموه في هذا الماتش هذا، برافو على الاهداف اللي سجلوا، برافو على الاداء وعلى القتاليه في الملعب والدفاع على القميصين ديال الفريقين، قميص الرجاء الرياضي وقميص الجيش الملكي. Thank you.
نذكركم مشاهدينا، فبالنسبة للمشاهدين اللي يلا التحقوا بنا، فانتم مع هذا البث المباشر من بعد نهاية مباراة الكلاسيكو اللي جمعات ما بين الرجاء الرياضي وضيفه فريق الجيش الملكي. المباراة اللي انتهت لمصلحة فريق الرجاء الرياضي بثلاثة ديال الأهداف لزوج، وبالتالي ففريق الرجاء الرياضي تمكن باش يرفع بثلاثة ديال النقاط الثمينة، عزز بها الرصيد ديالو ورفع الرصيد ديالو 39 نقطة، وبالتالي انتزع الصدارة ديال البطولة الاحترافية من الغريم ديالو فريق الوداد الرياضي، طبعا في انتظار إجراء المباريات المؤجلة عن كلا الفريقين. فريق الرجاء الرياضي الآن في الصف الأول 39 نقطة، الوداد الرياضي من بعد التعادل ديالو اليوم تعادل سلبي 0 لميتلي بمدينة الرباط أمام الفتح الرياضي، فتجمد أو ضاف نقطة واحدة للرصيد ديالو اللي صبح 38 نقطة، في الوقت اللي فريق الجيش الملكي فبقى في المركز الثالث وتجمد الرصيد ديالو في 32 نقطة. إذن أكبر مستفيد في هذه الجولة فهو فريق الرجاء الرياضي. كما كتابعوا معنا مشاهدينا، سفيان رحيمي نجم ديال فريق الرجاء الرياضي ونجم هذا الأمسية، سجل هدف وتمكن باش يحصد أو تمكن باش يحصل على ضربة جزاء لمصلحة فريق الرجاء الرياضي في هذا الماتش. هذا ضربة الجزاء اللي ترجمها الزميل ديالو محمود بن حليب الى هدف الثالث والهدف ديال الفوز لمصلحه فريق الرجاء الرياضي في هذا الماتش. هذا
كما كتابعوا معنا مشاهدينا الان، فهذا محمد بوعميرة الحارس الثاني في فريق الرجاء الرياضي. كيغادر بدوره استاد دونور. اكيد العناصر ديال فريق الرجاء الرياضي فهي سعيده بهذا الانتصار، انتصار مهم في مباراه مهمه على واحد من المنافسين ديال فريق الرجاء الرياضي على البطوله، فريق الجيش الملكي. نذكركم باللي البطوله ديال هذا الموسم فهي كتعرف تنافس ثلاثه ديال الفرق، الوداد الرياضي، الرجاء الرياضي. الان الرجاء فهو انتزع الصداره من الوداد الرياضي، وكذلك نضيف لهم فريق الجيش الملكي، ولو ان فريق الجيش الملكي فهو ابتعد ربما شيئا ما، لكن باقي حتى حاجه ما تحسمات، واكيد فبامكانه يستغل المباريات والمواجهات المقبله باش يقلص الفارق ما بينه وما بين المتصدر الرجاء والمطارد ديالو الوداد الرياضي. كيف ما تابعتوا معنا في هذا الماتش، هذا فكان ماتش مثير، كلاسيكو مثير، مباراه قويه ما بين الفريقين. تمكن فريق الرجاء الرياضي باش يختمها بالفوز من بعد ما كان فريق الجيش الملكي هو السباق للتسجيل في هذا الماتش هذا عن طريق ربيع حريمات. كذلك فبين مالونغو تمكن باش يرجع او باش يرجع فريق الرجاء الرياضي في هذا الماتش هذا وفي النتيجه ديال اللقاء، وسجل هدف التعادل. سفيان رحيمي سجل هدف تقدم لفريق الرجاء الرياضي، الهدف الثاني. من بعد منها فرضا سليم تمكن باش يعدل النتيجه لمصلحه الجيش الملكي. المباراة كانت سجال ما بين الفريقين، هجمة هنا هجمة هناك، هجمة مرتدة هنا وهجمة مرتدة هناك، وفي الأخير سفيان رحيمي كيتمكن باش يحصل على ضربة جزاء من بعد ما سقط أو تم إسقاطه من طرف، كان واحد الاحتكاك مع ما بين سفيان رحيمي وما بين حارس مرمى الجيش الملكي سفيان رحيمي، كيتمكن باش يحصد على ضربة جزاء، ضربة جزاء اللي تمكن الزميل ديالو محمود بن حليف باش يترجمها لهدف ثالث، هدف الفوز لفريق الرجاء الرياضي، وبالتالي فريق الرجاء الرياضي يتمكن باش ينتزع ثلاثة ديال النقاط، ضافها للرصيد ديالو وينتزع الصدارة. كما كتشاهدوا معنا الان مشاهدينا خالد الابراهيمي عضو المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي، النائب ديال الرئيس، فهو كيغادر ايضا الملعب. الان محمد سوبول هو ايضا كيغادر الملعب. اكيد اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي وكذلك الاعضاء ديال المكتب المسير للفريق فهم سعداء بهذا الانتصار الثمين على فريق الجيش الملكي في قمه الجوله 21، مباراه الكلاسيكو، كلاسيكو المغرب اللي جمع النسور بالجيش الملكي هنا بستاد دونو.
إذا كما كتابعوا معنا، هذا عمر العرجون المشاهدين كيغادر الملعب ديال ستاد دونور من بعد الفوز ديال فريق الرجاء الرياضي على فريق الجيش الملكي بثلاثة ديال الأهداف لزوج في المباراة اللي جمعت الفريقين، كلاسيكو اللي جمع الفريقين هذا المساء ضمن الجولة 21 من منافسات البطولة الاحترافية. وبالتالي ففريق الرجاء الرياضي تمكن من رفع الرصيد ديالو ل 39 نقطة، وانتزع الصدارة ديال البطولة من الغريم ديالو فريق الوداد الرياضي اللي تعادل بمدينة الرباط أمام الفتح الرياضي بصفر لمثله في الوقت اللي تجمد الرصيد ديال فريق الجيش الملكي في 32 نقطة في المركز الثالث. وكيف ما كتابع معنا الآن نجوم ديال فريق الرجاء الرياضي المايسترو والقائد محسن متولي، فابريس نغوما وبين مالونغو افضل الهدافين الاجانب في تاريخ الرجاء الرياضي 29 هدف. كيف ما كتشوفوا مشاهدينا فرحه ديال اللاعبين ديال فريق الرجاء الرياضي والنجوم ديال الرجاء بهذا الفوز ديال اليوم في الكلاسيكو على الجيش الملكي بثلاثه ديال الاهداف لهدفين بين مالونغو محسن متولي وفابريس نغوما.
اذا في هذا الاثناء مشاهدينا حافله فريق الرجاء الرياضي كتغادر ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينه الدار البيضاء من بعد ما الفريق تمكن باش يفوز في الكلاسيكو على الجيش الملكي بثلاثه ديال الاهداف لهدفين، وبالتالي ينتزع صداره البطوله الاحترافيه ويرفع الرصيد ديالو الى 39 نقطه. إذن طبعا في انتظار مغادرة الحافلة ديال فريق الجيش الملكي، الجيش الملكي اللي اليوم كان هو السباق للتسجيل في هذه المباراة ديال الكلاسيكو، لكن فما قدرش يحسم اللقاء المصلحة ديالو أمام فريق الرجاء الرياضي، وبالتالي فالفريق نهزم اليوم في الكلاسيكو أمام النسور بثلاثة ديال الأهداف لهدفين، وتجمد الرصيد ديال فريق الجيش الملكي 32 نقطة في المركز الثالث. Thank you.
لا لا انا في الدور احسن عيد لي الشعب ويقول لي تشوك عم هضر باش يجوب لا خلاص
الشتوله.